يعني زي ما قلت للشباب زمايلنا في الاعداد عند حضرتك ان انا مبسوط في الحقيقه، يعني رافع راسي من امبارح ايوه مش كده، اتنين وماشي واحد. فاتح صدري، ايوه وبالحقيقه يعني ما لعبناش مع فريق، يعني لعبنا مع فريق مرشح للفوز بكاس العالم، مش فريق يعني اي فريق، ده لا فريق من ضمن الفرق المرشحه صح، للفوز بكاس العالم، المصنف الثاني على العالم على حسب تصنيف الفيفا بعد ما كان المصنف الاول لفتره طويله جدا، النهارده معلش يعني خسروا فنزلوا فبقوا المصنف رقم اثنين على العالم، فمن افضل فرق العالم. ففي الحقيقه يعني ماشي فرحان، ماشي فخور. وغير قول لي طبعا بقى الماتش امبارح اتفرجتوا عليه ازاي، وعندك في بلجيكا اتفرجوا على الماتش ازاي امبارح؟ في الحقيقه ان يعني خليني اقول لحضرتك برضو ان البلجيك شويه شبهنا، شبه المصريين، بيعشقوا الكوره، ففي كل مكان كنا ماشيين على القهاوي في الشارع حتى في العربيات، يعني كله حاطط التلفزيونات الصغيره الشاشات الصغيره في العربيات بتتفرج على الماتش، في البيوت الشوارع فاضيه تماما لان الناس كانت عايزه تتفرج على فريقها قبل ما يلعبوا خلاص. يعني بلجيكا وصلت النهارده بالفعل قطر عشان تبتدي كاس العالم، فكانت نفسها تتفرج على فريقها اللي هيلعب بكره او بعده او بعد بعده في كاس العالم، فعايزه تشوف هيعملوا ايه. والحقيقه اتصدموا، يعني خليني اقول لحضرتك شويه كام عنوان من العناوين اللي كتبتها. قول لي العناوين اللي عندك، مهم نعرف بس. في الحقيقه اتفضل، من افضل الحاجات اللي انا شخصيا استمتعت بيها قالوا ان بلجيكا لم تخسر لانها كانت ضعيفه، وانما مصر فازت لانها كانت قويه. ده حاجه تشرف في الحقيقه، حاجه تفرح، حاجه جميله جدا. الفرعون المصري والمعنويات البلجيكيه تنهار بسبب الفرعون المصري قبل كأس العالم. مدرب بلجيكا لم يرى كيف تطورت الكرة المصرية قبل هذه المباراة. في برضو حاجة تاني يمكن تروح لشخص أنا شخصيا برضو بحبه، هو تريزيجيه. كلنا طبعا عارفين إن تريزيجيه جه بلجيكا ولعب في أندرلخت ولعب كم ماتش، وبعد كده أندرلخت استغنى عنه وادى الفريق تاني إعارة، وبعد كده خرج خالص من بلجيكا. فالنهاردة كاتبين أندرلخت يشعر بحزن عميق بعدما رأى مستوى تريزيجيه أمام منتخب الشياطين الحمر. في بقى كمان عنوان لطيف جدا كان بيقول إن كان علينا اختيار فريق ضعيف وليس فريق بهذه القوة من أجل معنويات الشياطين الحمر. في حاجة تانية كانت مكتوبة أن الفوز الوحيد للمنتخب كانت الصور التذكارية مع مو صلاح. طبعا الصور التذكارية اللي خدها مع كورتوا ومع هازارد. كورتوا وازارد. مدرب بلجيكا يعترف ان دفاع مصر قوي بصوره يعني لم يكن احد يتوقعها. اكرم توفيق تفوق على كاراسكو والشناوي كان افضل من كورتوا. كورتوا اللي فاز من كم اسبوع بأفضل حارس مرمى في العالم النهارده بيقولوا طبعا أكرم توفيق تفوق على كاراسكو. بالمناسبة كاراسكو كان أفضل لاعب في منتخب بلجيكا في هذه المباراة، أما الشناوي فكان أفضل من كورتوا. يعني في الحقيقة مش عايز أكتر من كده، يعني أنا شخصيا على المستوى الشخصي كمجدي ماشي رافع راسي في الحقيقة، وفخور بأن هذا هو منتخب بلدي، ده المنتخب الحقيقي، ده الشكل الحقيقي والطبيعي لمنتخب بلدي. كانوا قالوا لهم على المدير الفني ولا على دي بروين كمان امبارح ما ظهرش بمستواه المعتاد؟ مرة تاني العنوان الأولاني اللي هو كان موجود في جريدة لسوار، لسوار ديت أكبر صحيفة، ما اتكلمتش على لعيبة، هو ما اتكلمتش، قالت إن منتخب بلجيكا كان كويس جدا، كان رائع، ولكن الأزمة لم تكن في منتخب بلجيكا، إنما منتخب مصر هو اللي كان أقوى من منتخب بلجيكا، فبالتالي لا المنتخب لعب كرة. طبعا كورتوا عمل عفوا دي بروين لم يكن بالمستوى المعهود، ولكن برضه دي بروين كان دي بروين. مقارنه دي بروين او ازار بمحمد صلاح، محمد صلاح اكتسح في الحقيقه، حتى اكتسح في التصويت داخل بلجيكا في هذه المباراه، واستحق ان يكون في الكويت كافضل لاعب، واستحق هنا في بلجيكا ان يختير افضل لاعب من قبل المعلقين، يعني بعد الكوره اللي حطها لتريزيجيه حاجه بصراحه، يعني حاجه فخمه، يعني حاجه
حاجه جميله بالمسطره. يعني هم قالوا عليها، يعني المعلقين هنا قالوا عليها ان دي الكوره اللي بنسميها مليمتر، يعني مش بالسنتيمتر، بالمليمتر كانت كوره محمد صلاح. فالحقيقه لا، يعني مره ثانيه منتخب مصر فاز ولم يخسر منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا بالنسبه للمعلقين والرياضيين والصحف والجرائد لعب مباراه جيده، ولكن منتخب مصر هو اللي كان اقوى من منتخب بلجيكا. عشان كده كانوا بيقولوا يا جماعه كنتوا شوفوا لنا منتخب على قدنا نلعب معاه عشان معنوياتنا قبل كاس العالم. هل قلقوا؟ يعني قلقوا على منتخبهم، على منتخب بلجيكا بعد المباراه بعد قلقوا ولا؟ بكل تاكيد بكل تاكيد قلقوا جدا على منتخبهم، لان اكتشفوا ان يعني تريزيجيه راح بكورتين سهل جدا على كورتوا، وهذا يعني ان هناك ثغرات. يعني في الشوط الاولاني تريزيجيه كان انفراد بكورتوا، والكره اللي شاطها وكورتوا طلعها يعني بعجوبه، والكره الثانيه اللي تريزيجيه حطها، هذا يعني ان كان في ثغره او ان الدفاع البلجيكي سهل اختراقه من العمق، يعني المرتين كانوا من العمق. ده قلق فظيع جدا لكل البلجيك حوالين خط الدفاع. النقطه الثانيه ان بكل هذا الكم من النجوم اللي هم نجوم العالم، نجوم العالم يعني دي حقيقه، يعني لم يستطع هؤلاء النجوم اختراق الدفاع المصري. ده خلق اخر، يعني عنده مشكله، اكتشف ان عنده مشكله، سهل اذا كان هناك لعيبه كبيره زي محمد صلاح زي تريزيجيه يقدروا يوصلوا بثواني لكورتوا، هيعملوا ايه اذا طلعوا للدور الثاني مع اسبانيا مع المانيا. ومن الناحيه الثانيه ان مع كل هذه التقمه من النجوم مش قادرين يدخلوا جون، يعني فبالتالي او دخلوا جون واحد ومش قادرين حتى يتعادلوا. لا انت عندك المغرب، عندك المغرب منتخب قوي، عندك كرواتيا كمان منتخب قوي. المغرب منتخب قوي، كرواتيا منتخب قوي، وكندا ايضا منتخب لا يستهان به. واذا عبرت بلجيكا الى الدور الثاني هتقابل يا اما المانيا يا اما اسبانيا، وبالتالي بالمنظر دوت فعبورها للدور الثاني هيكون هو ده الحد الاقصى ليها اذا بقت بهذا المنظر. بس بالنسبه لي انا مش هممني في الحقيقه كل القصه دي كلها، هممني جمله واحده. ان مصر فازت، وان المكسب الوحيد هو الصور التذكاريه مع ابو صلاح. عظيم. مجدي خلينا نروح لملف مهم كمان، ملف المناخ. وطبعا ولازم اشكرك كمان على الهوا، ويعني على تواجدك معانا في شرم الشيخ، على جهدك الكبير، على تميزك، على يعني الشغل اللي عملته خلال فترة المؤتمر وانت موجود معانا، مع كل الناس وكل التحية لك مرة أخرى. خلينا النهاردة نتكلم على الاتحاد الأوروبي. يبدو الاتحاد الأوروبي في بعض الإشكالات حصلت خلال الساعات الماضية، وقرر يمكن أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنه قرر أو هدد أنه هيمشي، هيسيب المؤتمر ويمشي. مظبوط. الحقيقة ان يعني القصة او الامر الاهم زي ما قلنا من اول بداية مؤتمر المناخ في شرم الشيخ وبنقررها حتى هذه اللحظة، هي مسألة التعويض، الخسائر والتعويضات للدول واللي تمكنت مصر. وخلينا برضو نكون واضحين، مصر هي من تمكنت من وضع هذه النقطة بصورة رسمية على جدول الاعمال. وبالتالي المشاكل ان بعض الدول لا مش عايز تلتزم، طب هندفع، طب هنقلل، طب نقطر، طب نشوف، طب ما نشوفش. فهذه ازمه بالنسبه لبعض او لمسؤولين الاتحاد الاوروبي، هي البعض يريد الالتزام الكامل بهذه النقطه. النقطه الثانيه برضو واللي كان عليها اشكالات من بعض المشاركين هي مساله 1.5 درجه حراره مئويه تكون ديت الدرجه الأقصى. وبرضه مصر كانت مصرة، وهذه الجملة موجودة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قال إن 1.5 درجة مئوية هي الحد الأقصى، لا يمكن أن نتنازل عن هذا الرقم. بعض الدول ومنها طبعا الصين، منها حتى الولايات المتحدة الأمريكية، منها الدول الأخرى، الدول الصناعية الكبرى، تشكك في جدوى هذه او هذا الخط الحاسم، ترى انه يعني درجه مئويه ونصف يمكن ان ترتفع الى 1.7 1.8، وهي في الحقيقه بالنسبه للاتحاد الاوروبي خط احمر. خلينا يعني ربما الاتحاد الاوروبي في هذه النقطه تحديدا هو الاقوى والاكثر تشددا
فيما يتعلق بدرجة حرارة الأرض والارتفاع. الحد الأقصى هو درجة 1.5 درجة مئوية. بعض الدول تشكك وتشكك بقوة ولا تريد حتى أن يكون هناك التزام ب 1.5 درجة مئوية. الاتحاد الأوروبي يرى أنه خط أحمر ويرى أنه ربما ينسحب من كل شيء إذا تم تجاوز هذه النقطة. مجدي، هي المشكلة كمان دلوقتي تتعلق بالتمويل. في صندوق تم اقتراحه من جانب الرئاسة المصرية، صندوق، وبالتالي مسألة التمويل تتم ازاي؟ في اعتراضات من بعض من الوفد الاوروبي تحديدا النهارده، وحاليا يتم بحث العديد من النقاط الخاصه بعمليه التمويل، لاستدامه التمويل، الاليات، لجنه تبقى مسؤوله عن هذا الكلام، بيتم حاليا بحث هذا الامر. هل هناك جديه من جانب الاتحاد الاوروبي تراها في مساله التمويل تحديدا مع الاجراءات الخاصه بالانبعاثات لا تزيد عن 1.5؟ ربما في الجزء الثاني هناك التزام، يعني كما ذكرت، يعني ربما الدول الأوروبية هي الأكثر التزاما فيما يتعلق بدرجة حرارة الأرض 1.5، هذه النقطة خط أحمر بالنسبة للدول الأوروبية. فيما يتعلق بالتمويل هناك تفاوت، يعني هناك دول مثلا إذا ذكرنا فرنسا مثلا على سبيل المثال، فرنسا ربما ملتزمة أكثر من غيرها، ربما ملتزمة أكثر من بريطانيا فيما يتعلق بالتمويل. هناك مثلا على سبيل المثال أسبانيا تريد أن تكون الالتزامات موجهة بصورة مباشرة لبعض الدول وليس التزامات عامة وليس من خلال صندوق وليس من خلال إدارة، تريد أن يكون هناك التزامات مباشرة مع دول بعينها مباشرة، لأن في الحالة دي ربما يكون هناك أيضا اتفاقات. يعني الدول الأوروبية برضو فيما يتعلق بالأموال عايزة تدفع وعايزة تكسب، يعني مش عايزة تدفع خسائر بدون مقابل. بعض الدول ترى أنها يجب أن تدفع هذه الخسائر، بعض المؤسسات، يعني البرلمان الأوروبي على سبيل المثال يرى أن الدول الأوروبية هي من ساهم بالقدر الأكبر في عمليات الاحتباس الحراري وفيما يحدث للقارة الأفريقية تحديدا، وعليه أن يلتزم التزام سياسي وأدبي ومعنوي ومادي بتعويض الدول الإفريقية. بعض الدول تريد الاستمرار في عمليات الاستغلال، يعني مش أنا هعوضك بس معلش هتديني شوية حاجات زيادة، هتديني صناعات زيادة، هيبقى في تبادل في حاجات معينة زيادة. وبالتالي ربما كان أحد أهم الأسباب لمد مؤتمر المناخ ليوم ضفيف، الحقيقة مش عارف إذا كان انتهى او لم ينتهي. طبعا زي ما حضرتك عارف ان اضطرينا ان انا اسافر على عجل الى ارجع لبلجيكا لما بسبب الصاروخ اللي وقع في بولندا، وقلنا ان ربما الحرب العالميه الثالثه خلاص هتقوم بكره الصبح فالحق نجري على اوروبا عشان نغطي الحرب العالميه الثالثه، وفي الاخر طلعت لا شيء. فبالتالي يعني آخر ما وصلنا من بيانات كان أن ضمن أهم الأسباب التي دعت إلى تمديد مؤتمر المناخ ليوم إضافي كان مسألة أن مع عملية التمويل، عملية تحديدا عملية الالتزام، عملية أن يكون هناك التزام وتحديد وأموال هتيجي إمتى وهتتصرف إزاي وهتخش منين ومين هيدفع قد إيه. يعني برضو هناك محاولة للتهرب، بالمناسبه ليس فقط دول الاتحاد الاوروبي ولكن ربما الاغنياء، دول العالم الاغنياء بصوره عامه، الثوره الصناعيه، اصحاب الثوره الصناعيه بصوره عامه، يعني مش عايزين برضو عايزين يعني اعدي لك حاجه واخد منك حاجه ثاني. اما فيما يتعلق ب 1.5 درجه مئويه ده يمثل خط اسود وليس خط احمر، حتى خط اسود بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي. مجدي يوسف بشكرك شكرا جزيلا.